ولنقش مصير الحل السياسي في اليمن مع تعيين مبعوث أممي جديد هناك وسط رفض ميليشيا الحوثي للحوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الصحفي محمد الأحمدي. أهلا بكم سيدي. مرحبا بك والمشاهدين. ما الذي يمكن أن يغيره المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروتنبرغ في ظل تعثر ملف الحل السياسي في اليمن؟ على صعيد الشعب اليمني، لا يعول اليمنيون كثيرا على دور الأمم المتحدة عموما أو المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، لا يعولون كثيرا على هذا الدور بسبب الإخفاقات المتوالية لسلفه من المبعوثين الثلاثة في اليمن، بل على العكس من ذلك، هناك نظرة تشاؤمية لدى اليمنيين إزاء الدور الأممي في اليمن بسبب سياسة التدليل وتغاضي الأمم المتحدة عن جرائم ميليشيا الحوثيين والتعاطي مع هذه الجماعة، جماعة العنف المسلح، كما لو أنها طرف سياسي، بينما هي في الواقع أبعد ما تكون عن ممارسة السياسة، ولغتها دائما هي العنف والجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين. وبالتالي أيضا ناهيك عن ذلك أن هذا المبعوث الجديد دبلوماسي سويدي كان له دور بارز في اتفاق ستوكهولم الذي ينظر إليه اليمنيون على أنه محطة أخرى من مسلسل الفشل الأممي في الملف اليمني، وأنه محطة ساهمت في إبقاء ميليشيا الحوثيين كسلطة أمر واقع وسيطرتها على محافظة الحديدة المهمة والاستراتيجية التي كانت قد أوشكت على التحرر من قبضة الحوثيين لولا اتفاق ستوكهولم. بإعلان ميليشيا الحوثي رفض إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلا بتنفيذ شروط مسبقة، إلى أي مدى يحكم على مهمة غروتنبرغ بالفشل قبل بدايتها؟ وهل هناك خطورة تترتب على الحل السياسي من تنفيذ تلك الشروط أو الرضوخ لهذه الشروط؟ أنا أعتقد أن ميليشيا الحوثيين في كل محطة من محطات الصراع أو حتى محطات التسوية ومساعي التسوية في البلاد تظهر نفسها بشكل واضح بعزوفها عن أي مساعي لوضع نهاية للحرب الدائرة في البلاد أو لتحقيق السلام. الاشتراطات التي وضعتها ميليشيا الحوثيين أمام المبعوث الأممي الجديد ليست جديدة في الحقيقة، هي ظلت طوال الفترة الماضية تطرح هذه الاشتراطات، خاصة ما يتعلق بفتح مطار صنعاء. تريد ميليشيا الحوثيين من خلال هذه الشروط الاستكمال يعني بسط سيطرتها وخلق منفذ جوي لها للاتصال مع العالم، وفي نفس الوقت تريد أن تحيد القوة الجوية للتحالف السعودي في اليمن أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بحيث يتسنى لها الاقتحام واجتياح محافظة مأرب وبقية المحافظات. إذن هذه اشتراطات تهدف فقط إلى منح ميليشيا الحوثيين، إن تمت الاستجابة لها بطبيعة الحال، منحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها واستئناف عمليات أو الاجتياح وعملياتها العسكرية في العديد من الجبهات في البلاد. ما مدى مسؤولية المجتمع الدولي في فشل الحل السياسي أو الدبلوماسي في اليمن؟ الحقيقة أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة إزاء هذا الإخفاق الكبير في ملف اليمن، لأنه كما قلت في بداية حديثي يتعمد اتباع منهجية تنطوي على تدليل مبالغ فيه إزاء هذه الميليشيا وإزاء جرائمها والتغاضي عن سلوكها العنيف. هذه الميليشيا مارست أبشع صنوف التنكيل والقمع والترهيب بحق المجتمع اليمني، لكنه يتعامل معها من قبل المجتمع الدولي على أنه بإمكان هذه الجماعة وهذه العصابة المسلحة أن يتم ترويضها على العمل السياسي، لكنها في الحقيقة تزداد
عتوا وتزداد قمعا وترهيبا بحق اليمنيين، وبالتالي الإخفاق الذي نشهده في الملف اليمني يتحمل جزء كبير منه المجتمع الدولي بسبب عدم فهمه بشكل واضح لطبيعة جماعة الحوثيين وإرهابها، عدم اقتناع عديد من الأطراف في المجتمع الدولي بأن هذه جماعة عنف وجماعة إرهابية لا تقبل الحلول السلمية ولا يمكنها الانخراط أو ترويضها على العمل السياسي، ليس لديها أي مطالب واضحة وحقيقية، انقلبت على المسار الديمقراطي في البلاد وجرت اليمن إلى أتون الحرب والمآسي، ولا تتورع يوميا عن ارتكاب المزيد من الجرائم والقمع والتنكيل بحق اليمنيين، وبالتالي بالفعل المجتمع الدولي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، واليمنيون أنفسهم لم يعودوا يعولون كما قلت أيضا في بداية حديثي على دور المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة في نهاية لهذه الحرب، لكن في الحقيقة اليمنيون بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم حتى يتسنى لهم المضي قدما في استعادة الدولة وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثيين التابعة لإيران في اليمن. شكرا جزيلا لك صحفي محمد الأحمدي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.